بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف الثاني الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في الدرس الثالث من الوحدة رقم 3. الدرس الثالث من الوحدة رقم 3. تعالوا نبدأ كده مع بعض. Unité 3, le club déloqué، يعني شلة، مجموعة من المهندمين اللي هي الناس اللي بتحب الملابس الجميلة. الوحدة الثالثة Unité 3, leçon 3. الدرس ده بعنوان annoncer ce qu'on va faire ou ne pas faire. تاني، الدرس ده بعنوان annoncer ce qu'on va faire ou ne pas faire، يعني عايزين نتعلم ازاي نتكلم عما سوف نعمل او سوف لا نعمل. يقصد بهذا العنوان كيف نستخدم صيغة المستقبل او نستعمل زمن المستقبل في الكلام عندنا. On va apprendre، يعني في هذا الدرس on va apprendre، هنتعلم verb vouloir et pouvoir، هنتعلم فعل vouloir بمعنى يريد وفعل pouvoir بمعنى يستطيع أو يقدر. هنتعلم قاعدة le futur proche، المستقبل القريب. تعالوا نبدأ مع بعض كالمعتاد. أول حاجة المفردات، والمفردات اللي عندنا النهاردة كلها مفردات خاصة بالترجمة، لن ينشأ منها موضوع لأن بالفعل الكلمات اللي احنا احتاجناها قوي في الدرس الأول والدرس الثاني هي اللي تعتبر كلمات موثقة يخرج منها الموضوع والمواقف والكلمات وهكذا. Vocabulaire de traduction، كلمات للترجمة. Un concert، حفلة موسيقية. Un mariage. Un anniversaire. Un souhait. Un permission، مهم الكلمة دي النهاردة هنحتاجها في المواقف اللي عندنا إن شاء الله. Un permission. Un possibility. Un rendez-vous. Un client. Un vendeur. Pouvoir، يستطيع أو يقدر. Vouloir بمعنى يريد. دول أهم فعلين هنبدأ بيهم القاعدة بتاعتنا النهاردة. Annoncer، يعلن. Assister. Fêter. Briter. Faire les boutiques. Faire du shopping. Faire dérouler. دي كانت كلمات من أجل الترجمة. النهاردة ما عنديش كلمات للموضوع وبالتالي الكلام مش صعب عندنا ولا حاجة، بالعكس الكلام سهل. دايما بداية الوحدة هو اللي فيه كل المهام الأساسية في الدرس. تعال نشوف مع بعض الموضوع. عندنا موضوع برضو بيعتمد في بدايته على الكلمات السابقة اللي هو، والموضوع ده ورد في كتاب المدرسة صفحة 51. شوف كده مع بعض. اكري لو سوجي دو 15 افان مو، اكتب الموضوع من 15 الى 20 كلمة. ان ديالوج، اكريفي ان ديالوج. اكري ان ديالوج، اكتب حوار. او ماجازا دي فيتمو، تخيل حوار في محل الملابس. قلنا هذا الكلام ورأس السؤال ده ورد عندي في صفحة 51. باش سانكونتيان صفحة 51. بنكتب كليون، ده الزبون، والفوندور، ده البائع. وكل شخص واحد هيسأل الثاني هيرد. هو موضوع تخيلي شوية. الزبون بيقول بونجور جو فو ان شيرت، أريد شيرت. طبعا اعتمدت هنا في الطلب بتاعي على اسم من أسماء الملابس اللي ورد في الدرس الأول. رد البائع، وعايز أفتكر دائما أي حوار هبنيه بيبدأ بتحية، في تحية في البداية سواء يردها الشخص الأول أو الشخص الثاني. رد عليه نفس التحية، قال له بونجور، وبدأ يسأله طب أنت عايز مادة إيه؟ إيه اللون اللي أنت عايزه؟ إيه نقشة الملبس اللي أنت محتاجه؟ وإحنا ورد عندنا في الحفظ قبل كده لما بنتكلم عن الملابس عندنا اسم الملبس، المادة الخام المصنوع منها الملبس، لون الملبس، نقشة الملبس وهكذا. فإحنا بنبني كل أسئلتنا على ده. قال له كلماتير تيفو، من أي مادة أنت تريد؟ يعني إيه المادة الخام اللي أنت عاوز منها الشيرت؟ رد الزبون قال له جيفو أن شيرت أن كوتون. طبعا استمديت كلمة أن كوتون من جدول المواد الخام لا ماتير. رجع البائع سأله كمان سؤال، قال له كل كولار تيفو، أي لون أنت تريد؟ زي ما أنت ملاحظ عشان يبقى حفظ الحوار ده سهل على قلبك، كل سؤال في سؤال في أداة استفهام معينة، مرة كلمة تيار، مرة كل كولار، مرة كل موتيف، وفي نهاية كل أداة استفهام من دول تيفو، أنت تريد أي لون تريد، أي مادة تريد، أي نقشة تريد وهكذا.
قال له كيل كولور تي فو، اي لون انت تريد؟ قال له جي فو لو روج، اريد الاحمر. كم بيان صافي، وبكم هذا؟ كم بيان صافي، كم يتكلف هذا؟ رد عليه قال له صافي 100 ليفر ايجيبسيان، هذا يتكلف 100 جنيه. ده الحوار التخيلي، عن حوار تخيلي ما بين بائع وزبون في محل الملابس. تعال نشوف جزء جديد المواقف. عندنا موقفين عن هذا الموضوع، نسمع. شوزي دو ريبونس كوريكت، اختار اجابتين صحيحتين. برضو الكلام ده مبني على الاجزاء السابقه في الدرس الاول والدرس الثاني. لي فوندور تو ديموند، البائع بيسالك. لا كولور، عن اللون. كيسكو تي في، ماذا انت تقول؟ كيسكو تو دي، ماذا تقول؟ البائع بيسالك عن اللون كيسك ال دي، فماذا هو يقول؟ لما البائع يسال عن اللون هيقول ايه؟ مش انت اللي هتقول ايه؟ هيقول كيل موتيف تيفو، اي لون انت تريد، يعني نفس الاسلوب اللي ورد عندنا في الحوار من شويه. اي تناقش انت تريد. كيل كولور تيفو، ملاحظ كده اللي انا قلته شفويا، تيفو موجوده في كل الاسئله، انت تريد. اللي اختلف اداه الاستفهام، مره كيل موتيف، كيل كولور، كيل ماتير، يعني السؤال بعد كده تكون سهل جدا مش صعب. فهنا لما البائع يسألك عن اللون هيقول ايه؟ هيقول لي رقم بي كيل كولور تيفو، اي لون انت تريد. وهيقول لي الأخيرة كيلي تا كولور بريفيري، ما هو لونك المفضل. تعالى نشوف موقف تاني، هو اخر موقف هيقابلنا النهاردة. موقف بيقول فو ديماندي او فاندور لو بري، انت تسأل البائع لو بري عن السعر. دون فيتيمون، انت بتسأل البائع عن سعر ملبس. كيسك تو دي، ماذا انت تقول؟ هقول له كيلي لو موتيف، ما هي نقشة الفستان، كيلي لو موتيف دو لا روب، ولا كيلي لا كولور دو لا روب، ما لون الفستان، ولا كيلي لا ماتيير دو لا روب، ما لون مادة الفستان، ولا كيلي لو بري دو لا روب. طبعا كيلي لو بري دو لا روب يعني ما سعر الفستان. لا روب صافي كومبيان، الفستان بكم سعره، وهكذا. تعالى نشوف حاجة جديدة، ده كان آخر موقف عندنا. إيميل، في كل مرة في كل فيديو بنشرح لك خطوات الإيميل من باب التذكرة، من باب التيسير عليك في إن الإيميل مش بيتحفظ، ولكن بنتعلم إزاي نحول الإيميل، نحول السؤال إلى إجابة، يعني من نفس النوعية، وبالتالي أحصل على الدرجة بكل بساطة وما ضيعش درجات، لأن أكتر جزء بيضيع فيه درجات هم حاجتين، سؤال الإيميل عشان ده سؤال مقالي يعتمد على التقدير الشخصي، وسؤال الموضوع، ولو أنا فعلا اكتست حفظ الكلمات كويس مش هضيع درجة فيه. تعالى كده نذكرك بخطوات الإيميل النهاردة في الترم الثاني من جديد. ريبوند بار دو فراز كومبليت، أجب بجملتين كاملتين. السؤال الأول بيقول دو كيل ماتيير اي لا روب، تعال نطبق الخطوات اللي احنا اتفقنا عليها على السطور. رد تحية البداية والنهاية كما هي، تعال كده نرد التحية. سالي، اتفضل، ادي سالي. تشاو، ادي تحية الخاتمة تشاو، يبقى تحية البداية والنهاية زي ما هي. دو كيل ماتيير اي لا روب، من اي مادة يكون الفستان؟ تعال نشيل أداة الاستفهام دو كيل ماتيير، أداة الاستفهام تشيل. فضل عندي اي لا روب، يكون الفستان. نعدل الجملة، لا روب اي، الفستان يكون. اذكر اي مادة خام من اللي انت خدتها في الدرس الاول. لا روب اي اون كوتون، المهم تذكر لي حاجة تعرف تكتبها والسبيلنج يكون صح. بأكد عليك انت ما جبتش حاجة من عندك غير كلمة اون كوتون، يبقى انا وفرت عليك كتير وضمنت ان انت بتكتب سبيلنج سليم جدا. السؤال التاني دو كيل كولور اي لو شيرت، ومن اي لون يكون الشيرت؟ نحذف دو كيل كولور، فضل عندي اي لو شيرت. نعدل الجمله، تبقى لو شيرت اي، الشيرت يكون. ها روج، احمر اللون، وممكن كنت اقولها باختصار جيفو لروج، اريد اللون الاحمر.
ده كان إجابة الإيميل، وصنعنا الإجابة من نفس السؤال. وصلنا إلى جزء القواعد. النهاردة عندي في جزء القواعد عندي إزاي بنصرف فيرب فولوار يريد وفيرب بوفوار يستطيع، ونفرق ما بين الفعلين إزاي. تعال نشوف كده مع بعض. خامساً القواعد، عندنا قاعدتين، الأفعال الهامة الفيرب امبورتان، الأفعال المهمة في الدرس. فيرب فولوار بمعنى يريد. تعال كده نشوف مع بعض. فولوار تصريفه je vous, tu vous, il vous، اختلف في الحرف الأخير، خد x x t. nous voulons on s vous voulez z il vous on t. خد بالك ده فعل فولوار. je vous, tu vous, il vous, nous voulons, vous voulez، الفول ده فعل فولوار. ايه استخدامات فعل فولوار؟ تعال نشوف. يستخدم فعل فولوار في التعبير عن الطلب، ويسمى دوموند. ليه بقول لك اللفظ؟ عشان هيقابلني في راس السؤال في المواقف. فيليه اسم ويعبر عن التمني، سوات. فيليه مصدر، يبقى لما بيجي يعبر عن الطلب هيجي بعده اسم. مثال جي فو ان شيرت، اريد شيرت، بالفعل جه بعد منه اسم، فلذلك استعملنا الجملة هنا je vous en shirt، لما جه في الطلب جه بعد اسم. je vous en sac، ده مثال تاني لتأكيد المعلومة. وبرضو لما طلبت حاجة استعملت الفعل وجه بعد منه اسم je vous en sac. إنما عندما نستخدم هذا الفعل للتعبير عن التمني فيجي بعد منه فعل في المصدر. على سبيل المثال je veux être médecin، أنا أريد أن أكون طبيب، أتمنى أكون طبيب. فهنا جه بعد veux être فعل غير مصرف. je veux visiter la France، أنا أتمنى، أنا أريد أن أزور فرنسا. تاني خلاصة الموضوع، فعل فولوار يستخدم في غرضين، الغرض الأول يستخدم في الطلب، وفي حالة الطلب لابد أن يليه اسم، اسم الشيء اللي أنا طلبته. يستخدم فعل فولوار في حالة التمني سوات، وعندما يستخدم في التمني لابد أن يلي فعل غير مصرف أو فعل في المصدر. تعال كده نشوف فعل بوفوار، عشان الفعلين مربوطين ببعض ونميز الفرق ما بينهم. بوفوار بمعنى يستطيع. تعال نشوف تصريفه، يشبه كتير جدا في التصريف مع فعل فولوار بمعنى يريد. الفرق بينهم أن بوفوار بدأ بالبي، أما فولوار بدأ بالفي، والنهايات واحدة ومتقر. أقول je peux، أنا أستطيع، tu peux، il peut، nous pouvons، vous pouvez، ils peuvent. فيما يستخدم فعل بوفوار؟ تعال نشوف. اللي يستخدم فعل بوفوار بمعنى يستطيع في التعبير عن القدرة اللي أنا قلت عليها من شوية، possibility، والاستئذان permission اللي هي جاية من الإنجليزي permission، وهذا الكلام ورد في الفوكابيلير دو تراديكسيون، ورد في كلمات الترجمة. فيليه مصدر، في الحالة دي فعل بوفوار عندما يستخدم لهذين الغرضين يليه فعل غير مصرف. على سبيل المثال je peux faire du ski، أنا أستطيع أن أمارس التزلق على الجليد، على الجليد. فهنا أنا بعبر عن القدرة، ولما عبرت عن القدرة جه بعد منه فعل غير مصرف وهو فعل فعل. بابا جي بو سورتير سو سوار، ابي انا اقدر اخرج هذا المساء، انا ممكن اخرج هذا المساء. فهنا ده اسمه استئذان، ولما جيت استاذن استعملت فعل بوفوار وجي بعد منه فعل في المصدر. بابا جي فو سورتير سو سوار افيك مي زامي، تي بو مي بريتي تونساك، يعبر عن الامكانيه، والامكانيه هي القدره. بسال زميلي بقول له tu peux m'ibriter ton sac، انت ممكن، ها جايه من الامكانيه، انت ممكن ها تسلفني ton sac شنطتك. يبقى فعل بوفوار يعبر عن القدره ويعبر عن الاستئذان ويعبر عن الامكانيه، وفي كل الاغراض الثلاثه يلي فعل في المصدر. تعالى كده بيقول لي انتبه لتصريف هذه الافعال مع الاسم، دي الملحوظه الاولى. دائما كل ما بناخد تصريف افعال لابد ان ياتي تصريف الافعال مع الاسم. تعال كده نشوف زي ايه.
ملحوظة هتتبعها على طول باستمرار في الامتحانات. عندنا هنا طريقة الامتحان سؤال مباشر في القواعد، يعني فعل بوفوار وفعل فولوار من القواعد اللي بتيجي دايركت في الامتحانات وبتيجي دايركت في الأسئلة بتاعت القواعد. عندنا ثلاث جمل مباشرة، تعال نشوف زي ايه. Choisis le verbe correct، اختار الفعل الصحيح. Je être médecin، وقلنا مباشر يعني لا يحق ان انت تخطأ فيه لانه جاي دايركت، جاي مباشر، الاجابة واضحة جدا. Je être médecin. اقول vous، ده تصريف الفعل مع الضمير il، وهنا الجملة مع je. Vous le، ده تصريف الفعل مع النو. Vous les، ده تصريف الفعل مع الفو. Vous، ده تصريف الفعل مع je. طبعا هو ده الإجابة الصحيحة. لا يجوز لك ولا يحق لك ان انت تختار اي اختيار خاطئ غير الاختيار الصحيح. تعالى كده نشوف مثال تاني، المثال رقم 2. Il نقط ست فيست، هو يريد هذا الجاكيت. Il فو، طبعا دي الإجابة الصحيحة مباشر الكلام. ليه؟ عشان التصريف مع الإيل وفو مع الإيل. فولو، ده تصريف النو، ما ينفعش. فولي، ده تصريف الفو، والفو ده تصريف الضمير تي، برضو ما ينفعش. المثال رقم 3 والأخير في التمرين المباشر. فو بارلي فرنسي، أنت تتحدثون الفرنسي. هنا بيقول لي اختار، أنتم تستطيعون الحديث باللغة الفرنسية، أنتم تقدروا تتكلموا بالفرنساوي. فو، أقول فو بوفو، لا ده تصريف الفعل مع النو. بو، ده تصريف الفعل مع الإيل والآل. بوفي أخرته أوزد، ده تصريف الفعل مع الفو، والجملة جاية مع الفو، يبقى ده الإجابة الصحيحة. باف، ده تصريف الفعل مع الإيل في الكس، والفعل هنا مع الضمير فو. تعالى بقى نشوف تمرين تاني، تمرين غير مباشر. الكلام ده في طريقة الامتحان رقم 2، يعني احنا فعل فولوار وبوفوار معرض يجي في ثلاث أشياء أو ثلاث أجزاء في الامتحان، إما سؤال مباشر وإما سؤال غير مباشر وإما سؤال في السيت والسيو في المواقف، يعني مربوط بالمواقف كمان. سؤال غير مباشر عندنا 4 جمل، على سبيل المثال بقول شوازي لو فيرب كوريكت، اختار الإجابة الصحيحة. منى ان بوني، وعايزين نعرف ايه السر ان انا اقول غير مباشر، ايه عدم المباشره في السؤال، يعني ايه الهدف من ده. قال لي هنا منى يعني الضمير ال، تمام، يبقى الفكره هنا صعوبه ان انا بحول الاسم الى ضمير. منى يعني ال، مين بقى تصريف ال في الاربعه؟ عندي بو وفو الاثنين، ولكن ده طلب، مين اللي بيستخدم في الطلب؟ هل بوفوار ولا فولوار؟ طبعا فعل فولوار يريد، هيبقى منى فو امبوني، تمام، ده طلب شيء، فعلشان كده جبنا فعل فولوار. انما بوفوار يستخدم للقدره والامكانيه والاستئذان. سيزي لاف كالمعتاد، الجمله مع الاسم، والاسم هنا جمع، يبقى ايلا فيكس. خلاص يبقى انا مبدئيا كده عرفت هجيب تصريف ايلا فيكس الذي ينتهي بالاو ان تي. مين ينتهي بالاو ان تي؟ هو تصريف واحد فقط الاخير، يبقى سيزي لاف فو لاتر ميتسا، هؤلاء التلاميذ يريدوا ان يكونوا اطباء، وهذا تعبير عن لسويت التمني. السؤال اللي بعديه عندنا كمان جملتين عن التمرين غير المباشر. صغى اي موا، برضه كالمعتاد الفكره واللغز ان الفعل جاي مع اسم مش مع ضمير. صغى اي موا يعني الضمير نو، وكلنا نعلم النو تاخد او ان اس. جيت اختار لقيت عندي اتنين اخرهم او ان اس، نو بوفو نو فولو، او ما كمل الجمله. صار اي موا ست روب، ده اسم يعني ده طلب، طالما ده طلب يبقى جه فعل فولوار، يبقى صار اي موا فولو ست روب، صار وانا نريد هذا الفستان. صار اي توا، صار وانت، يبقى الجمله هنا مع الضمير فو، والفو تاخد في الاخر اوزد، ومفيش اي اختيار هنا اخرته اوزد غير الاخير. يبقى ساره اي توا فولي ستروب، انت وساره تريدون هذا الفستان، وهكذا. هنشوف كده بقى مع بعض. ده كانت اخر جمله عندنا في القواعد لفعل بوفوار وفولوار. فعل بوفوار وفولوار له طريقه اخرى في الامتحان، طريقه غير مباشره جدا، وهو اسلوب السيتواسيون المواقف. قال لي طريقة الامتحان سؤال غير مباشر في المواقف. تعالى كده نشوف السؤال ده.
شوزي دو ريبونس كوريكت، اختار اجابتين صحيحتين. عندي هنا النهارده ثلاث مواقف عن فعل بوفوار وفولوار للتاكيد. بور ديماندي اون بيرميسيو، ركز كده في المعلومه دي كويس. بور ديماندي اون بيرميسيو، لكي تطلب اذن. ضلي شيتون امي، علشان تذهب عند صديقك. قلنا من شويه من الفعل الذي يستخدم في الاستئذان هو فعل بوفوار بمعنى يستطيع. تعال ندور على الجمله اللي فيها فعل بوفوار. او تي فا سو سوار، اين تذهب هذا المساء؟ او بيت مون امي، اين يعيش صديقي؟ او تي فو مانجي سو سوار، اين تاكل هذا المساء؟ جي بو، انا استطيع. اللي، ان اذهب شي مون كوبان، ورد بالجمله فعل بوفوار وده اللي بيستخدم في التعبير وعن الاستئذان. وفي الجمله رقم 2 جي بو اللي شي مون امي، يبقى الاجابه عندي اخر جملتين. ورأس السؤال واضح، ان اي موقف بيطلب في استئذان هذا الموقف نستعين به الجمله، نستعين بالجمله اللي بها فعل بوفوار. تعال نشوف الموقف اللي بعده. عندنا قلنا ثلاث مواقف للتأكيد. pour demander à ton professeur un permission، شوف الكلام، أن لكي تسأل أو تطلب من مدرسك إذن بالخروج، برضو كالمعتاد هنطلع الجملة اللي فيها فعل بوفوار. j'ai pu entrer en classe، أنا أقدر أدخل الفصل. شوف اللغز هنا بقى أن كل الجمل ممكن يبقى فيها فعل بوفوار، يبقى نلجأ للمعنى المنطقي. انا اقدر ادخل الفصل، انا قلت لك اذن بالخروج. جي بو سورتير، انا استطيع ان اخرج، انا ممكن اخرج. طبعا دي اجابه صحيحه. بيرميتي موا دو سورتير، اسمح لي بالخروج. طبعا يبقى فعل بيرميتي يساوي فعل بوفوار، الاثنين يعبروا عن الاستئذان. جي بو اكيرير لا ليسون، انا ممكن اكتب الدرس. مون امي بو سورتير دو كلاس، صديقي ممكن يخرج من الفصل، انا بستاذن لنفسي مش لصديقي. يبقى الإجابة عندي رقم 2 ورقم 3. هنشوف كده الموقف رقم 3 والموقف الأخير. الموقف رقم 3، نسمع كده رأس السؤال ونحط إيدينا على الكلمة اللي ممكن هي بتوصلنا للإجابة الصحيحة. pour exprimer ton souhait en futur، تاني. pour exprimer ton souhait، لكي تعبر عن أمنيتك، en futur في المستقبل. خدنا من ضمن استخدامات فعل فولوار يعبر عن الأمنية، يلي مصدر كسكتو دي، ماذا تقول؟ هتلاقي عندك جملتين اتنين فيهم فعل فولوار وبعدين مصدر. قلت جي فو اتر ميدسان، أريد أن أكون طبيب، هذا تمني. جي سوي ميدسان، أنا طبيب، ده مش تمني، ده وظيفتي الحالية، دي وظيفتي الفعلية. جي فو اتر فارماسيان، انا اريد ان اكون صيدلي، فعلا ده فعل فولوار وجي بعد منه فيرب اتر. لو ميدسا ترافاي ا لوبيتال، ده جمل بقى مكمله، الطبيب يعمل في المستشفى. لو ميدسا اي ا لوبيتال، الطبيب يكون في المستشفى. يبقى انا هنا السؤال كان بيقول تعبر عن الامنيه، فجبت الجمل اللي بها فعل فولوار، لان فعل فولوار هو الفعل المعني به التعبير عن الامنيه. لتوثيق المعلومة كالمعتاد، هذا الكلام ورد في كتاب المدرسة صفحة 51 و53 و72 و101. هذا الكلام موجود عندنا في الكتاب بالفعل، وده مش كلام مؤلف ولا كلام من بره. هنشوف بقى قاعدة جديدة مع بعض. هندرس قاعدة جديدة مع بعض. القاعدة بتاعت النهاردة قاعدة من القواعد المهمة جدا، هتقابلنا إن شاء الله السنة دي في تانية ثانوي، وهنحتاجها إن شاء الله السنة الجاية في الصف الثالث الثانوي. قاعدة مهمة بنعتبرها قاعدة مزدوجة، والمقصود بكلمة قاعدة مزدوجة يعني قاعدة تيجي في الامتحان مرتين، مرة في سؤال الجرامير ومرة في سؤال السيتواسيون. تعال نشوف القاعدة مع بعض وبعدين ناخد الجانبين اللي بيجي منها في الامتحان. القاعدة اسمها le futur proche، المستقبل القريب. وخد بالك من معنى القاعدة، هي قاعدة المستقبل القريب تعبر عن حدث سوف يقع بعد فترة قريبة جدا. خد بالك من الكلام. بتتكون من ايه القاعدة دي؟ بتتكون من خطوتين اتنين. الخطوة الاولى الفعل اللي انا محتاج اصرفه في المستقبل، بجيب الفعل ده في المصدر. شوف انا هكتب هنا على الخطوة دي رقم 1، يبقى مصدر الفعل، أي فعل بدون تصريف. ويقصد بالفعل بدون تصريف يعني إيه؟
يعني فعل في شكله الأول، فعل في شكله الأساسي، إما أن يكون منتهي بالأر وفي هذه الحالة بنقول عليه مجموعة أولى، أو منتهي بالإر يعني مجموعة تانية، أو إر أو 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 إي إر يعني فعل مجموعة تالتة. الفعل أول حاجة اللي أنا محتاج أصرفه في المستقبل أسيبه زي ما هو بدون أي تصريف. الخطوة رقم اتنين أضيف قدام الفعل ده تصريفات فعل ألي في المضارع، واللي احنا لو رجعنا بالذاكرة لورا شوية كان فعل ألي تصريفاته مع جي جو في تو فا إل فا نوزالو فوزالي إل فو. إذن يتكون المستقبل القريب من فعل غير مصرف مضاف أمامه تصريفات فيرب ألي اللي هو بمعنى يذهب. الكلام ده ما بعيدش كتير عن الإنجليزي، كان في الإنجليزي يقولوا المستقبل يتكون من going to زائد مصدر، بالفعل go اللي هو بيساوي عندنا verb ali زائد مصدر، هو نفس الفكرة عندنا الفعل في شكله الأول. تعال نشوف مثال واثنين وثلاثة على هذا الموضوع. فعل جوي بمعنى يلعب، هذا الفعل واضح أخرته أر مجموعة أولى، الفعل اتكتب زي ما هو دون أي تعديل أو تحريف. جوي لاحظ هذا الفعل لن يحصل فيه أي تعديل، لكن أضفنا أمامه تصريف فيرب ألي فقل جو في جوي أنا سوف ألعب، تو فا جوي، إل فا جوي، نوزالو جوي، فوزالي جوي، إل فو جوي. يبقى المستقبل سهل جدا، نجيب الفعل نسيبه زي ما هو في المصدر نحط قدامه تصريفات فيرب ألي. ما ينفعش أترجم فعل ألي هنا بمعناه الأصلي، ما أقولش أنا أذهب ألعب ولكن أقول أنا سوف ألعب، يبقى هنا فعل ألي تحول من معنى يذهب إلى معنى سوف. نفتكر عشان ما نترجمش بعد كده حرفي، إذا جه بعد فيرب ألي مكان زي ما درسنا سابقا جو في أو سينما جو في أو ليسي، ده فعل ألي اللي هو بمعنى يذهب. أما لو فعل ألي جه بعد منه فعل مش مصرف يبقى فعل ألي هنا بمعنى سوف، جو في جوي أنا سوف ألعب المباراة. تعال نشوف كمان مثال، فينيغ بمعنى ينهي، فعل أخرته إي آغ عايز أقول أنا سوف أنهي الواجب مثلا. طبعا زي ما أنت شايف فعل فينير فضل في حالته الأساسية منتهي بالإي آغ في جميع الضمائر. كل ما علينا ضفنا قدامه تصريف فيرب ألي، Je vais finir, tu vas finir, il va finir إلى آخر الجدول. فعل faire وده فعل من نوعية ثالثة خالص أخرته re يعني فعل مجموعة ثالثة، هيفضل الفعل زي ما هو كالمعتاد زي بقية الأفعال السابقة، وكل ما علينا نحط قدامه تصريفات verb aller. Je vais faire أنا سوف أعمل، tu vas faire أنت ستعمل، il va faire هو سوف يعمل إلى آخر الجدول. تعال نشوف أمثلة أخرى للتأكيد على المعلومة أن الفعل يبقى كما هو دون تصريف ونضع أمامه تصريف verb ali، وبكده يبقى حصلنا على الفعل في زمن المستقبل اللي هو بمعنى سوف. verb être بمعنى يكون، جايبين الفعل ده verb être ali faire من باب ان انا افكرك ان ما عنديش شواذ في هذا الزمن. ليه؟ لان الفعل المراد وضعه في صيغه المستقبل يبقى كما هو في المصدر دون تصريف. فهنا الجمله بتقول اتر يكون زي ما انت شايف فيرب اتر فضل زي ما هو مع جميع الضمائر. حطينا قدامه تصريف فيرب الي جو في اتر انا سوف اكون، تو فا اتر انت ستكون، ال فا اتر هو سوف يكون، وهكذا. يعني إذن فيرب اتر في المستقبل ليس فعل شاذ. فيرب الي بمعنى يذهب، ليه جبنا الفعل ده بصفة خاصة؟ علشان ما تبقاش عندك نوع من التردد، ما تقولش أنا هجيب فيرب الي مرتين. أيوة طبعا فيرب الي أجيبه مرتين، الي اللي هو الفعل الأساسي اللي هو بمعنى يذهب، والي اللي هو الفعل المساعد اللي هو بمعنى سوف. أو ما أقول جو في الي أنا سوف أذهب، tu vas aller, il va aller إلى آخر الجدول. فعل faire وده شرحناه من شوية كان موجود في الجداول السابقة، صح الكلام؟ يبقى احنا كده عندنا المستقبل
بينتهي في خطوتين، الفعل اللي عايزين نصرفه في المستقبل يفضل زي ما هو ما يتصرفش، احط قدامه تصريفات فيرب قلي. فعل قلي بمعنى سوف ولا شواذ في هذا الزمن، وعند النفي ينفى الفعل الاول فقط. على سبيل المثال دما je ne vais pas، غدا انا سوف لا العب المباراه. يبقى انا هنا لما حبيت انفي جمله في زمن المستقبل تم نفي الفعل الاول فقط وهو فيرب الي، وتم وضعه بين الني والبا، يبقى كده الجمله اصبحت سليمه. رقم 2 مع الافعال ذو الضميرين، نركز بقى في المثال ده كويس عشان دي معلومه من المعلومات الاساسيه اللي هتستمر معانا حتى ثالثه ثانوي. مع الافعال ذو الضميرين بيصرف الس فقط كما في المثال الاخير. شوف كده ازاي، هنا تاني بنقول في الافعال ذو الضميرين بيصرف الس فقط، فيرب سوليفي بمعنى يستيقظ. عايز اقول انا سوف استيقظ، لسه بنقول من شويه اما تصرف فعل في زمن المستقبل سيب الفعل زي ما هو وحط قدامه تصريفات فيرب الي، ليفي اخرته او ار فضل زي ما هو ليفي او ار زي ما احنا شايفين. ثم وضعنا امامه تصريف فيرب الي يبقى جو في ليفي. نرجع مشكلتنا في السو فقط، السو لها تصريف من ايام فيرب سابيلي ما خدناه وهذا التصريف ثابت. جو في ميليفي، تو فا تو ليفي، il va se lever, nous allons nous lever, vous allez vous lever, il vous se lever. يبقى الخطوه هنا الاساسيه، الخطوه المهمه، ان الافعال ذو الضميرين تبقى كما هي دون تصريف ولكن دائما تصرف السو، دائما تصرف السو. عايزين نفتكر المعلومه. الملحوظه رقم 3، بيستخدم هذا الزمن للتعبير عن الاحداث التي ستقع بعد فتره قصيره جدا، وده اللي أنا نبهت إليه وأنا بعمل تعريف ومقدمة لهذه القاعدة في البداية. قلت اسمه le futur proche، المستقبل القريب، ومن المسمى هو زمن يعبر عن حدث سيقع بعد فترة قصيرة. فهنا قلت ce soir، في هذا المساء je vais regarder un film، في هذا المساء، المساء قريب جدا هو، في هذا المساء أنا سوف أشاهد فيلم. يعني ما قلتش السنة اللي جاية ولا حاجة، ده المساء ده حاجة قريبة جدا، فده يعبر عن زمن سوف يقع بعد فترة قريبة جدا. علامات المستقبل، المستقبل ده علشان اختاره في الامتحان له علامات معينة وعلامات بسيطة تخليني اختار المستقبل ما اختارش المضارع، وهي دوما غدا يعني بكرة، ابري دوما، ابري بتساوي ضن، بس ضن اللي بيجي بعد منها زمن، دون فيها منها نوعين، ناخد بالنا من المعلومة دي شوية. في عندنا دون بمعنى إلى أو في، لو جه بعد منها مكان هنا كده يبقى معناها في أو إلى. على سبيل المثال أقول دون ما كلاس يعني في فصلي، أو دون لا كلاس في الفصل. فهنا بالفعل دون زي ما أنت واخد بالك جه بعدها مكان، فعلشان كده خدت معناها في. إنما دون بمعنى في أو بعد، لو جه بعد منها زمن يبقى معناها بعد، تدل هنا في هذه الحالة على العلامة من علامات المستقبل. على سبيل المثال ممكن أقول دون دو جورا يعني بعد يومين، لاحظ كده هنا دون جه بعدها مكان فترجمتها بمعنى في، هنا دون جه بعدها زمن أو ما ترجمها بمعنى بعد، أقول بعد يومين. فدي علامة مهمة جدا من علامات المستقبل، ولكن معناها ممكن يفكرك بمعنى قديم ويلخبطك، فافتكر دون زائد مكان معناها في، دون زائد زمن بمعنى بعد، علامة من علامات المستقبل. prochainement بمعنى قريبا، ce soir هذا المساء، prochain القادم، bientôt عما قريب، plus tard فيما بعد. تعال نشوف عندنا تمرين عن هذه القاعدة، وعندنا ثلاث أنواع من التمرين، 2 في الجرامير، 1 مباشر 1 غير مباشر، وتمرين في السيتواسيون، لأن قاعدة النهاردة تيجي مرتين في الامتحان، مرة في الجرامير ومرة في المواقف. طريقة الامتحان
سؤال مباشر، عندنا جملتين والمقصود بالسؤال المباشر قلت سؤال ما ينفعش تغلط فيه. دوما بمعنى غدا، جو لو ماتش. طالما قلت غدا خلاص يبقى لازم نستعمل صيغه المستقبل. مين المستقبل في الاربع تصريفات؟ طبعا جو ده مضارع، وفي ده تصريف فيرب الي برضو تصريف ده مضارع، جوي فعل مش متصرف، يبقى في جوي. عرفت ازاي؟ الفعل المستقبل بيبقى فعل غير مصرف وجه قبل منه فعل الي، تصريف الي. قال دان زون سومين، لسه من شويه كنت بعلق على دان. دان يجي بعدها زمن يبقى معناها بعد، وفعلا جه بعدها فتره زمنيه. اون سومين اسبوع، اقول دان زون سومين بعد اسبوع. طالما قلت بعد اسبوع يبقى بتكلم عن حاجه لسه هتحصل. يبقى نجيب فعل في المستقبل، اكيد هنختار الاختيار رقم 2 فا اريفي دان زون سومين. تعالى كده نشوف مثال ثاني. عندنا بقى سؤال غير مباشر، عندنا 8 جمل في الطريقة غير المباشرة في الامتحان. ايه الثمان جمل دول وايه السر ان احنا بنقول عليهم جمل غير مباشرة، او ايه الصعوبة اللي ممكن تقابلني فيه؟ علي لو بيس دوما، علي خلي بالك الجملة فيها دوما لغز الجملة كالمعتاد في تصريف الافعال ان احنا بنجيب الفعل مع الاسم. فعلي شوف انا هعمل الخطوة دي ازاي، إيل يبقى أنا بدور على تصريف الإيل، يبقى va prendre le pis demain. يبقى اللغز في الجمل غير المباشرة عند الفعل يأتي مع الاسم وليس مع الضمير. je vais te، أنا سوف أستيقظ مبكرا. تعالى برضو نشوف إيه اللغز في الجملة رقم 2، كل جملة بتدل على لغز معين. في ده verb aller يجي بعده فعل مش مصرف، بس خد بالك في الافعال ذو الضميرين الفعل مش بيتصرف بس سو تتصرف، يبقى اللغز في الجزئيه دي بس. فهنا سو ليفي للاسف الفعل مش متصرف والسو كمان مش متصرف، واحنا اتفقنا السو مش السو تتصرف ولكن الفعل هو اللي مش بيتصرف بس السو لازم تتصرف. وهذا الكلام ينطبق على الاختيار رقم 2 جو في مي ليفي، الفعل مش متصرف بس السو تم تصريفه، بما ان الجمله مع الجو السو مع الجو تبقى مي، هنا السو متصرفه والفعل متصرف ما ينفعش، هنا الاثنين برضو متصرفين ولكن مع الضمير تي، يبقى اللغز هنا في تصريف السو فقط. المثال رقم 3 قلنا عندنا 8 جمل. تو فا دوما، الجمله فيها دوما غدا يبقى مستقبل، برضو نفس الجمله اللي فاتت، الجمله مبنيه على تصريف السو او عدم تصريف السو، بس هنا الجملة لما تيجي مع التي تصريف السو مع التي تي، خلي بالك هتبقى الجملة رقم 3 هتبقى تي بروميني، كان ممكن يديني من نفس الاختيارات تي برومين اخرها او اس، طبعا ما كنتش اختار. ليه؟ لان طالما السو متصرفة والفعل متصرف يبقى جملة خاطئة، دائما تصرف السو فقط ولا يصرف الفعل. الجملة رقم 4 كريم متر سوشيرت، اللغز في الجملة دي ايه؟ ان ممكن الطالب يروح يختار الفعل في المستقبل دايركت مباشر، فهنا لما اقول فا متر اجي اكتبها يبقى متر هيتكرر مرتين، يبقى لغز الجمله دي ان انت ما خدتش بالك ان الفعل هيبقى موجود مرتين. فبما ان الفعل موجود مره تمام، الفعل الاساسي موجود في الجمله، اجيب له الفعل المساعد فقط وهو فعل الي، وبما ان كريم يساوي الايل يبقى فعل الي مع الايل الفا، يبقى اللغز عندي هنا وجود الفعل الاساسي في الجمله نفسها فاضل الفعل المساعد فقط. جملة رقم 5 سارة فا أساتا، برضو بداية سارة يعني الضمير قال، مش هحتاج برضو المساواة هنا ولا حاجة. سارة فا أساتا، هنا الجملة فا يبقى هنا فعل فا فعل مصرف يعني فعل غير مصرف، يعني حتى لو طالب مش عارف المعلومة دي ممكن يرتكز على معلومة قديمة درسها في سنة أولى أن الفعل المصرف يعني فعل غير مصرف وبالتالي اختار الريفي. ميزامي صديقاتي يعني الضمير آلافيك اس. ان فيلم سوسوار سوف يشاهدون فيلم هذا المساء، فاحنا قلنا ده آلافيك اس تصريف الآلافيك اس رقم 2 يبقى فو ريغاردي ان فيلم سوسوار. هنشوف لسه كمان جملتين. الجمله رقم 7 بتقول غانا اي موا، اللغز هنا ان رانا اموا يعني الضمير نو اللي بياخده ان اس في الاخر. اقول فا اشيتي، اكيد لا،
nous achetons برضو لا vous achetez ولا achetez خد بالك معايا بيقول رنا ايه moi رنا وانا ها سوف نشتري طبعا الجملة هنا المفروض هتبقى مع الضمير نو والنو تاخد في الاخر اون اس فهنعمل تصليح بس مباشر في الجملة دي هتبقى الله اشتي ليه علشان ده يساوي الضمير نو وفعل الله مع النو يبقى نوز الله هنا كتبنا الضمير لكن ما كتبناش الفعل ده خطأ من عندنا رنا ايموا بص كده الجملة دي رنا ايموا يعني الضمير نو بس يجي بعدها أن يبقى نرتد تاني نرجع للضمير إيل من تصريف الضمير إيل في الجمل دي كلها طبعا فأشتي ده جزء كان آخر تمرين آخر جمل في التمرين غير المباشر نشوف الكلام ده في السيت والسيو في المواقف المستقبل يدخل في جزء المواقف إزاي؟ تعال نشوف مع بعض المستقبل بيدخل في المواقف بنقول سؤال غير مباشر عندنا جملتين عايزين نوضح ازاي المستقبل بيدخل في جزئية المواقف في الامتحان عشان يبقى كده درس المستقبل وزمن المستقبل يجي مرتين في الامتحان مرة في الجرامير ومرة في السيتواسيون شوازي دو ريبونسي كوريكت اختار اجابتين صحيحتين والكلام ده بيعاد يعني هذا الكلام كان موجود في الترم الاول مش كلام جديد عندنا ولا حاجة تونامي تو ديموند صديقك بيسألك Si quand tu vas faire عما سوف تعمل لاحظ لما جيت اترجم الجزئية دي لقيت فعلين ورا بعض فعل مش متصرف سبق الفيرب اللي يبقى انا بترجم في زمن المستقبل Si quand tu vas faire عما انت سوف تعمل Le vendredi يوم الجمعة Qu'est-ce que tu dis فماذا تقول صديقك بيسألك هتعمل ايه يوم الجمعة اللي جاي اكيد هرد عليه في صيغة المستقبل هرد عليه في زمن المستقبل تعال نقرا الكلام جوفي لي على فيت دي جويزي انا سوف اذهب الى حفله تنكريه طبعا دي تنفع اجابه ليه لان الجمله هنا تعبر عن المستقبل وجمله منطقيه اقدر اقول ان انا هروح حفله تنكريه لو فاندردي سي مون جور دي كونجي يوم الجمعه يوم اجازتي هنا مفيش اي تعبير عن الاحداث حتى الجمله هنا لم تكن في صيغه المستقبل حتى اطلاقا La semaine se termine le vendredi. الأسبوع بينتهي يوم الجمعة. ما عنديش أي جملة عن صيغة المستقبل. Je souhaite être médecin. أتمنى أن أكون طبيب. ده تعبير عن الأمنية. Je vais regarder. نركز كده كم فعل في الجملة؟ فعلين. أولهم اللي. مستقبل سهل جدا واضح. دايما يبقوا فعلين. أولهم اللي. الفعل اللي متصرف والفعل الثاني غير متصرف. Je vais regarder un film au cinéma. تعال نشوف كمان مثال. مثال بيقول وده آخر مثال عندنا في زمن المستقبل النهاردة. Pour annoncer لكي تعلن. Tu projets عن نشاطك المستقبلي. ودي تعتبر نفس صيغة السؤال في الترم الأولاني. كان دايما نجيبها كده في الامتحان مباشر. Qu'est-ce que tu dis? فماذا أنت تقول لكي تعلن عن نشاطك ها في المستقبل. أنت هتقول إيه؟ أدور على الجملة اللي في صيغة المستقبل فهنا الجملة بتقول Je vais aller أستاذ أنا سوف أذهب إلى النادي الجملة الأولى ما تنفعش لأن فيها فعل واحد بس Je vais Je fais en fait de guiser أنا بعمل حفلة تنكرية Je prends le taxi فعل واحد فقط يبقى الجملة دي في زمن المضارع Je vais manger au restaurant طبعا جملة فيها فعلين أولهم verb aller بدل المستقبل Je vais au lycée أنا سوف أنا أذهب إلى المدرسة هنا هذا الكلام برضو من أجل توثيق المعلومة هذا الكلام موجود عندنا في كتاب المدرسة على التابلت في صفحة 50 و53 و72 ارجع للكتاب علشان تتأكد من صحة اللي تم شرحه النهاردة وده كان آخر جزء في الدرس الثالث في الوحدة الثالثة أعزائي طلبة الصف الثاني الثانوي أتمنى أن أكون وصلت لهدفكم وهو فهم الدرس بطريقة جيدة ونتابع مع بعض على المنصة في عندنا بنك أسئلة خاص بكل اللي اتشرح النهاردة وعندنا امتحان تقييم في نهاية كل درس أتمنى يكون الدرس وصل لهدفه الحقيقي عندنا كلنا إن شاء الله ونلتقي الحصة القادمة كان معكم السيد عبد الحميد راشد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته